لمحاربة الفكر المتطرف وتأثيره في المجتمع العراقي، دعت هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع الوقف السني في محافظة صلاح الدين إلى عقد مؤتمر لعلماء الدين وأئمة الجوامع لمناقشة سبل مكافحة هذا الفكر الدخيل لمجتمعنا. عدسة قناة صلاح الدين واكبت المؤتمر وأعدت لنا التقرير التالي. بعد مرحلة عصيبة عانت منها محافظة صلاح الدين قبل 4 سنوات نتيجة سيطرة العصابة الإرهابية عليها، وبعد أن تم تحريرها بسواعد الأبطال من الصنوف الأمنية كافة، جاء اليوم لمحاربة هذا الفكر المتطرف، حيث أقامت مديرية التوجيه العقائدي وبرعاية من هيئة الحشد الشعبي مؤتمرا لعلماء الدين وأئمة الجوامع لبحث سبل القضاء على الأفكار التي تهدم أسس المجتمع العراقي. أولا يعني نبارك لهذا المؤتمر للأخوة في التوجيه العقائدي والوقف السني إقامة هذا المؤتمر، وبدعم من قبل مديرية الاستخبارات ومديرية الأمن الوطني وحضور كافة الأجهزة الأمنية لغرض الوقوف على الواقع الأمني في محافظة صلاح الدين ونبذ فكر التطرف من خلال هذه المؤتمرات المستمرة والتي تحت إشراف الوقف السني في محافظة صلاح الدين والتوجيه العقائدي للأخوة في الحشد الشعبي المقدس، التبادل الآراء والمناقشات وعقد الندوات المستمرة، وكذلك توجيه المستمر من قبل الأخوة في الوقف السني والتوجيه العقائدي بأن يكون توجه المنابر والجوامع والحسينيات ونبذ فكرة التطرف والعيش تحت مظلة القانون. المؤتمر الهدف منه توحيد الصفوف للشعب العراقي وواقعا هو موحد الصفوف إن شاء الله تعالى، ولكن يوجد فكر متطرف هو الذي أدى بالعراق والعراقيين إلى جرح ينزف منذ فترة طويلة إلى زماننا هذا منذ 5 سنوات. اليوم يجب اجتثاث هذا الفكر المتطرف، هذه الغدة السرطانية من جسد العراق يجب اجتثاثها بصورة صحيحة، لأنه ما يقابل فكر يجب وضع فكر الإسلام الصحيح، الإسلام المحمدي الصحيح، هذا هو هدفنا اللي عقد هكذا مؤتمر. المؤتمر حمل في طياته الكثير من الأمور التي تسهم في حماية المجتمع من هذه الأفكار المتطرفة من خلال المقترحات والنصائح والنقاشات التي طرحت بهذا التجمع، والاتفاق على تحمل علماء الدين المسؤولية والمساهمة بحفظ الأمن من خلال الخطابات الدينية الناصحة والنابذة لمثل هكذا أفكار دخيلة على الإسلام. تضافرت الجهود في هذا المؤتمر على توحيد الكلمة وتوحيد الصف لمحاربة الفكر الداعش المتطرف الذي من شأنه تحطيم البلاد وتدمير وتنفير العباد، وتم التأكيد من خلال المؤتمر على إعداد الخطب الموحدة التي من شأنها توحيد الصف المواطن ودعمه للأجهزة الأمنية في محاربة هذا الفكر المتطرف، وكذلك متابعة استلام التوجيهات الخاصة بمكافحة المخدرات الآفة الثانية التي ظهرت بعد الفكر الداعشي. فاتفقت الآراء كافة والأجهزة الأمنية على توحيد الصف لمحاربة هذا الخطر المحدق في بلادنا. التأكيد على توحيد الكلمة ونبذ هذا الفكر المتطرف أبرز ما جاء في هذا المؤتمر المهم. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.